الهدف من البرنامج طبعا هو تدريب وتطوير وتعزيز قدرات الكوادر البشرية لإعدادها لسوق العمل. بدأنا مع الطلبة من يوم الاثنين الماضي، مستمرين إن شاء الله ليوم الخميس. برنامج بعنوان كتابة الخبر الصحفي، تعرف خلاله الطلبة إلى أسس كتابة الخبر الصحفي ومصادره وأنواعه وصفاته وأشكاله. كذلك قدمنا له مجموعة من تدريبات تطبيقية لتكريس المعلومات المكتسبة وثقافة لغوية.